A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. حطمت الملكة إليزابيث الثانية عدد من الأرقام القياسية عبر مسيرة امتدت لسبعين عام على العرش البريطاني. حكمت إليزابيث الثانية لنحو سبعين عام وحوالي سبع أشهر لتصبح أطول حكم من أي ملك آخر عبر التاريخ البريطاني. إليزابيث حطمت الرقم القياسي بالجلوس على عرش بريطانيا بعام 2015 عندما اجتازت رقم جدتها الملكة فيكتوريا اللي حكمت لمدة 63 عام وسبعة أشهر ويومين حتى عام 1901. وتفوقت إليزابيث على ملك تايلاند بوميبول أدولياديج اللي تولى العرش لمدة 70 عام و126 يوم بين عامي 1946 و2016. عايشت ملكة بريطانيا 15 رئيس للوزراء على امتداد مسيرتها، كان أولهم وينستون تشرشل بين عامي 1952 وحتى عام 1955، وآخرهم رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة ليز تراس اللي انتخبها حزب المحافظين خلفا لبوريس جونسون. والتقت إليزابيث التي تقيم بقلعة بالمورال باسكتلندا على غير العادة مع ليز تراس لتعيين رئيس جديد للوزراء بعد أن استقبلت جونسون لقبول استقالته. التقت إليزابيث الثانية 13 من أصل 14 رئيس للولايات المتحدة بداية من هاري ترومان، وكان آخر زائر لها من البيت الأبيض هو جو بايدن عام 2021. وصفت الملكة البريطانية بالرحالة كونها سافرت لأكثر من 100 دولة منذ عام 1952 وأجرت أكثر من 150 زيارة لدول الكومنولث. كندا كان إلى نصيب الأسد من زيارات الملكة اللي ذهبت لإلها ب 22 مرة، في حين كانت فرنسا اللي بتتحدث لغتها أكثر الدول الأوروبية زيارة بنحو 13 مرة قبل ما تتوقف عن الرحلات الخارجية بنوفمبر 2015 عن عمر يناهز 89 عام. تزوجت الملكة إليزابيث والأمير فيليب بعشرين نوفمبر 1947، وبنوفمبر من عام 2017 احتفلوا بالذكرى السبعين لزواجهم. نفذت إليزابيث ما يزيد عن 21 ألف ارتباط ملكي منذ توليها العرش، كما منحت موافقة ملكية على ما يزيد عن 4000 تشريع. واستضاف قصر باكنغهام بعهده أكثر من 180 حفلة حديقة حضر أكثر من 1.5 مليون شخص. وقابلت إليزابيث أربع باباوات خلال زيارات رسمية هم يوحنا الثالث والعشرين 1961، يوحنا بولس الثاني 1980 و 1982 و 2000، بندكتوس السادس عشر 2010 والبابا فرانسيس 2014. التقطت الملكة أكثر من 200 صورة بورتريه منذ أنه كانت بالسابعة من عمرها، وبالوقت اللي أرسلت أول بريد إلكتروني لإلها ب 26 مارس 1976 خلال زيارة لمركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع. شو هي التغييرات اللي رح تشهدها بريطانيا مع الملك الجديد؟ God save the king. بدءاً من وضع وجه جديد على الطوابع البريدية والعملات المعدنية بالبلاد لإدخال تعديلات على النشيد الوطني، رح تشهد بريطانيا تغييرات عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية وتولي ابنة تشارلز العرش. النشيد الوطني البريطاني اللي بيعود كلماته الحالية للقرن الثامن عشر رح تتغير من حفظ الله الملكة إلى حفظ الله الملك.
رح يتم وضع وجه الملك على العملات المعدنية المسكوكة والأوراق النقدية المطبوعة حديثاً، إذ بتظهر صورة من يتولى العرش على العملة البريطانية.